السلام عليكم حبايبي طلاب السادس طلاب اليوتيوب، ان شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه. رجعت لكم بمحاضره جديده من سلسله محاضرات الفصل الاول علم الثرموديناميك. محاضرتنا اليوم رقم 13 ان شاء الله راح تكون. طلاب محاضرتنا اليوم راح تكون بسيطه وسهله وما بها اي شيء. محاضره حتى ما راح اطول عليكم، مو طويله. ليش؟ لان اذا انطيك هاي المحاضره والمحاضره اللي بعدها اللي راح تكون تطبيقات عن علاقه كيبس راح تصير هواي عليكم، هوسه عليكم. مع العلم هاي لك خبر كلش حلو، طبعا مقارنه من الفصل الاول فقط عنوانين اللي هي تطبيقات علاقه كيبس، وبعد عندنا حساب انتروبي التغيرات الفيزيائيه، عندنا بس موضوعين بقن ونختم به الفصل الاول. اليوم راح انطيك فقط طاقه كيبس الحره ومثالين نحلهم، حلت اياهم قدامك اللي هي مثال بالكتاب ومثال بالتمارين الكتاب. ماشي حبايبي؟ لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس حتى يوصل لكم ما هو جديد، ويا حبذا نشر المقطع يم جماعتكم واصدقائكم لين زكاه العلم نشره. طلاب ضروري تنضموا القناة بالتليجرام، قناتي بالتليجرام ظاهرة أسفل الشاشة، ورابط القناة راح تلقاها بصندوق الوصف. أنشر بها امتحانات وأنشر بها أسئلة، أنشر بها أشياء كل ما يتعلق بالكيمياء السادس إعدادي، إن شاء الله راح تستفاد منها. نقول يا الله ونبلش. قلنا ناخذ اليوم طاقة كبس الحرة. أقسم الشاشة نصفين. طاقة كبس الحرة، خلي أجي أنطي مقدمة بسيطة سطرين عن طاقة كبس الحرة. طبعا هاي المقدمة هي ما تجي بلوزاري ولا سنة جاية. بسنة 1800 إجا عالم اسمه كبس. هذا الكيبس ايش قال؟ قال راح اسوي علاقه تربط بين من؟ بين الاتش اللي هي الانثالبي والانتروبي الدلتا اس. هاي العلاقه راح تتيح لي اقدر من خلال هاي العلاقه اللي سواها كيبس اقدر من خلال اتنبأ بالتفاعل، هل هذا هو التفاعل تلقائي او غير تلقائي؟ تتيح لنا التنبؤ بتلقائية التفاعل بشكل ابسط من الاعتماد على استخدام قيم الانثالبي والانتروبي. طلاب تتذكرون احنا ايش قلنا؟ قلنا دوال الحاله اللي عندنا بهذا الفصل هن ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، اللي هي الانثالبي الدلتا اتش، وعندي الانتروبي الدلتا اس، واليوم راح ناخذ طاقه كبس الحره اللي هي الدلتا جي. هذا اخذناه وهذا اخذناه، اليوم على دلتا جي راح ناخذها. طاقة كبس الحرة الجي، إذا أريد أعرفها قال لك بالامتحان عرف طاقة كبس الحرة. سؤال كلش مهم، اكو تعريف طاقة كبس الحرة وعندي تعريف طاقة كبس الحرة القياسية للتفاعل أو طاقة كبس الحرة للتكوين. فرق بيناتهم. خلينا ناخذ فقط طاقة كبس الحرة نعرفها شنو هي. هي دالة حالة ثرموديناميكية، هي مو قلنا من ضمن دوال الحالة؟ إذا هي دالة حالة ثرموديناميكية. تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية أو الكيميائية. أقدر من خلال هاي الدالة أستدل على هذا التفاعل أو التغير الكيميائي الفيزيائي هل هو تلقائي أو غير تلقائي. وتمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من قياس التغير في الانثالبي والانتروبي ويرمز لها بالرمز جي. اوكي؟ عيد. هي دالة حالة ثرموديناميكية ويا هي دالة حالة ثرموديناميكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية أو الكيميائية، الفيزيائية أو الكيميائية، وتمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من قياس التغير في الانثالبي والانتروبي ويرمز لها بجي. حرف جي. أعيد وياي، هي دالة حالة ثرموديناميكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية أو الكيميائية، وتمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من قياس التغير في الانثالبي والانتروبي ويرمز لها بالرمز جي. أقدر أحسب التغير في طاقة كبس الحرة طبعا بثبوت الضغط ودرجة الحرارة من خلال العلاقة الآتية.
انا ايش قلت لكم؟ كبس موجد علاقه تربط بين الانثالبي والانتروبي، فراح تصير العلاقه مالته كالتالي. العلاقه مالته دلتا جي يساوي لي دلتا اتش الانثالبي ناقص تي درجه الحراره دلتا اس. باور ربط لك مين؟ ربط لك الانثالبي ويا من؟ ويا الانتروبي. ربط صار من خلال علاقه يا هي اللي هي دلتا جي. اوكي طبعا هاي المقاسه، مقاسه تحت، مقاسه تحت ضغط ثابت. ليش ودرجة حرارة. اوكي يعني بالامتحان اذا قال لك عرف طاقة كبس الحرة تقول له هي حالة، هي دالة ثيرموديناميكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية او الكيميائية، وتمثل الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من قياس التغير في الانتاج والانترا ويرمز لها بالرمز جي. لهنا نقطة. اوكي اقدر احسب التغير بطاقة كبس الحرة، شلون اقدر احسبه؟ من خلال قانون دلتا جي يساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس. هذا القانون طلاب، هذا القانون هذا المحاضرة القادمة اللي تكون محاضرة رقم 14 راح نستخدمه، اليوم ما راح نستخدمه. ماشي زين. ملاحظات كلش مهمة حول طاقة كبس الحرة، انتبه لي على هذين الملاحظات. باول هلا افتح صفحة جديدة. الدلتا جي لها ثلاث حالات، يا اما تكون لها القيمة مالتها سالبة او القيمة مالتها موجبة او صفر. فاذا كانت القيمة مالتها سالبة فهذا يعني انه التفاعل او التغير الفيزيائي يعتبر تلقائي، وما دام هو تلقائي معناها انه وسالب معناها انه الدلتا جي هنا راح تكون الدلتا جي اصغر من الصفر. دلتا جي اصغر من الصفر زين. واذا كان عندي الدلتا جي قيمتها موجبه فان التفاعل او التغير الفيزيائي يعتبر غير تلقائي. ماشي ماركم شغله بالكهرباء جت الوطنيه انزين، يعتبر غير تلقائي. وما دام هو غير تلقائي والقيمه مالتي موجبه، خلي اشغل الاناره. يلا عادي احنا بالعراق العظيم. ما دام القيمه مالتي راح تكون موجبه اذا الدلتا جي اكبر من الصفر. واذا كان انت عندي قيمة الدلتا جي تساوي لي صفر فيعني ان التفاعل او التغير الفيزيائي في حالة اتزان. اوكي يعني هنا الدلتا جي تساوي لي صفر. اوكي تمام. طاقة كبس الحرة القياسية للتفاعل. سؤال اللي هو من أسئلة الفصل سؤال رقم 30، عرف طاقة كبس الحرة للتكوين القياسية وما هي وحداتها. بار هناك كان شنو تعريف طاقة كبس الحرة؟ هنا طاقة كبس الحرة للتكوين القياسية إذا أريد أعرفها هي مقدار التغير في الطاقة عندما عند تكوين مول واحد من أي مركب من عناصره الأساسية بأثبت صورها عند الظروف القياسية 25 درجة سيليزية وضغط 1 اتموسفير، ويرمز لها دلتا جي اف. مدامة طلاب مدامة تكوين يعني فورميشن، قلنا تكوين اف يعني الرمز مالتها راح يكون دلتا جي اف نوتس. هاي يسموها طاقة كبس الحرة للتكوين، يسموها دلتا جي اف.
اوكي نوت، هي مقدار التغير في الطاقة عند تكوين مول واحد من اي مركب من عناصره الاساسية باثبت صورها عند الظروف القياسية 25 درجة سيليزية وضغط 1 اتموسفير ويرمزها دلتا جي ام، الوحدة مالتها كيلو جول على المول. اوكي كيلو جول على المول. يمكن ايجاد قيم طاقة جيبس للتفاعل القياسي دلتا جي ار، هذا دلتا جي ار للتفاعل، طاقة جيبس للتفاعل من خلال المعادلة الآتية. هاي المعادلة هسه راح ناخذها باور. نسوي الخروج. انتبه لي هنا. إذا أريد أستخرج الدلتا جي آر نوت تساويني. الدلتا جي آر نوت تساوي سميشن مجموع إن في الدلتا اتش اف نوت ان من للنواتج برودكشن برودكت نواتج برودكت ناقصا سميشن ان دلتا اتش اف المتفاعلات رياكتنت. اوكي زين الان طلاب انتبه لي، الان هو شنو عدد المولات يمثلني باو، اخذ لي هذا التفاعل افتراضي، خذ هذا التفاعل افتراضي A زائد B يعطيني شو يعطيني؟ يعطيني جي جي زائد اتش اتش. اوكي بطلع انتبه لي زين، هذني شنو هذني؟ هذني الان عدد المولات، هذني ان عدد المولات. فاذا اريد احسب الدلتا جي ار مال هذا التفاعل دلتا جي ار نوت مالته شو اقول؟ سميشن مجموع، انزل القانون هذا نفسه راح انزله اوكي، بس انا ما راح انزله لان هو كاتبه. شو تسوي؟ عندك هذني نواتج نفس المجموع مسال المجموع، هذني نواتج وهذني متفاعلات، افتح لي قوس ان من للنواتج ناقصا مال القانون مالتي وافتح لي قوس للمتفاعلات. طيب النواتج جي انزلها، تدري ليش؟ لان جي عدد المولات، انا شو يقول؟ ان في الدلتا جي اف، ان في الدلتا جي اف نوت ان من بالجي زائد اتش في الدلتا اتش اف نوت ان من للاتش ناقصا المتفاعلات A في الدلتا اتش اف نوت للA زائد B في الدلتا اتش اف نوت للB. اوكي يعني كل واحد راح تضربه في عدد مولاته. ارجع واذكرك باو، ارجع واذكرك بس قبل لا اذكرك باو، هو شو يسوي؟ يعطيك قيم الدلتا اتش اف، يعطيك قيمة الدلتا اتش اف للاي جي جي والاتش والبي والاي، ويريد دلتا اتش ار نوت مالته، او شنو يعطيك دلتا اتش ار نوت ويعطيك قيم دلتا اتش اف نوت بس قيمة وحدة مثلا للبي ما يعطيك الدلتا اتش اف نوت تطلعها. رياضيات اوكي. شوف طلاب الدلتا اتش اف نوت للاكسجين تتذكرون ايش قد قلنا؟ صفر ماشي، هذا يجيب لك اياها الاكسجين ما يعطيك اياها بالسؤال، فاعرف ان هي صفر ماشي، هو ما راح يعطيك اياها بالسؤال. وقلنا الدلتا اتش اف نوت للعناصر الحره مثلا الومنيوم حديد
نحاس الى اخره، هذني ايضا تساوي ايش قد؟ صفر. ماشي؟ ماشي. زين. افتح صفحه جديده. اخذ مثال. خلى قطعه. التقاط. ما صار مستر هيك. التقاط. خذ لهذا السؤال. هو مثال 11 من أمثلة الكتاب مالتك. شوف يا، احسب طاقة كبسة الحرة القياسية راي دلتا جي آر للتفاعل الآتي. مطيك هذا التفاعل وتحت 25 درجة سيليزية، قلنا احنا نقيسه تحت 25 درجة سيليزية ضغط 1 اتموسفير. مطيك قيم دلتا اتش اف نوت. مطيك القيم دلتا اتش اف نوت. شوف لو ترجع هنا ايش قلت لك؟ قلت لك يعطيك الدلتا جي يعطيك الدلتا اتش اف نوت للنواتج والمتفاعلات ويريد دلتا اتش ار. اوكي زين. اول خطوه انزل القانون مالتي. انتبه لنا اقول له دلتا جي ار نوت تساوي لي سميشن في ان الدلتا اتش اف نوت من للنواتج اللي هي product ناقصا summation n في الدلتا h نوت من المتفاعلات اللي هنا هي reactant. اوكي نزلت القانون مالتي هسان ويساويني. قلنا افتح قوس للنواتج ناقصا افتح لي قوس للمتفاعلات. اجي على النواتج سي او 2 ايش كم مول الان؟ ايش كم عدد مولاته؟ 12. اذا 12 في الدلتا اتش اف نوت انمن للسي او 2 زائد ال H2O ايش كم مولات؟ 6 في الدلتا اتش اف نوت لل H2O. ماشي؟ اجي على المتفاعلات ايش كم مول؟ 2 مول في الدلتا اتش اف نوت من لل C6H6 اكتبها زين H6. ماشي اسد القوس زائدا الان مال الاكسجين ايش قد؟ 15 دلتا اتش اف نوت للاكسجين الاو 2. اوكي زين هسه اجي انزل الارقام مالتي 12 في الدلتا اتش اف نوت بالسي او 2 ايش قد منطيني اياه؟ سالب 394. 394 سد القوس زائد 6 الدلتا اتش اف نوت بال اتش 2 او ايش قد منطيني اياه؟ سالب 237 سد القوس ناقصا 2 في السي 6 اتش 6 ايش قد؟ 173 زائد 15 الاو 2 ما مطيني اياها. انا ايش قلت لك؟ قلت لك الدلتا اتش اف نو للاو 2 ايش قد؟ صفر. هو ما يعطيك اياها انت لازم تعرفها صفر. ويساوي 12 او علي ما خل اضربها 12 في 394 اضرب 12
في 394 في 12. 2 في 4 8، 2 في 9 18، 8 باليد 1، 2 في 3 6 1 7، 0 4 9 3 اجمع 8 12، 2 باليد 1 تصير 10، 17 باليد 1 4. اذا الناتج مالتي يطلع لي سالب 4728 زائد 6 في 237. 6 في 237، 6 في 7 42، 2 باليد 4، 6 في 3 18، و 4 18 22، 2 باليد 2، 6 في 2 12 و 2 14. طلع لي 1422. طبعا اشارتها سالبه موجب راح يصير سالب 1422. اسد القوس ناقصا 2 في 173، 2 في 3 6، و2 في 4 7 14، 4 باليد 1، و2 في 1 2 1 3 زائدا 0 ويساوي. إذن العملية راح سالب بسالب راح أجمع، والإشارة الكبير إذن سالب. أجمع 1422 زائد 4728، 10 صفر باليد 1، 5 4 ب 7 11، 1 باليد 1 6، 6150 سالب 6150. اوكي 6150 ناقص مع القانون 3640. اذا العمليه راح شو تصير هنا؟ العمليه راح تصير ايضا جمع، والاشاره انمن للكبير يعني اشاره سالبه. اجمعها ستة آلاف ومية وخمسين زائدا 346، صفر بستة ستة أربعة تسعة أربعة ستة. إذا يطلع لي الناتج 4496، والوحدة مالتها قلنا شنو؟ كيلو جول على المول. ما دام القيمة سالبة فإن التفاعل شنو هو؟ يقول لي هل يجري تلقائي أم لا يجري؟ يعني تلقائي. نرجع للملاحظة السابقة، ايش قلنا؟ قلنا إذا قيمة الداتا جي سالبة فإن التفاعل تلقائي. إذا التفاعل يقول له بما إن قيمة دلتا جي آر، أو على اليمين يقول له بما إن القيمة سالبة فإن التفاعل يجري بشكل تلقائي. ماشي حبايبي؟ زين أخذ مثال آخر نفس الفكرة تقريبا، لا مو تقريبا، نفس الفكرة بتاتا نفسها بالضبط. خذ لهذا المثال 11 او تمرين 11، مو مثال 11، هذا تمرين
خذ لي هذا المثال. يقول لي جد قيمة دلتا جي آر نوتس للتفاعل التالي عند ظروف قياسية 25 وضغط 1 اتموسفير، وبين هين يجري بشكل تلقائي أو غير تلقائي، مطيك التفاعل ومطيك قيم دلتا جي اف نوتس. اطبق القانون، اجي اخذ القانون نفسه هذا اسوي له كوبي بيست، باور كوبي بيست اسوي له. استنسخه كوبي وديه هنا، نزلت القانون مالتي انا. ماشي، هسه شو تسوي؟ اتكمل تقول له ايه يساوي، افتح لي قوس للنواتج، افتح لي قوس المتفاعلات. طيب النواتج عندي قد مولات؟ اثنين الدلتا اتش اف نوت ان من الان او 2، والمتفاعلات عندي مولين من الان او في الدلتا اتش اف نوت الان او، سد القوس زائد الاو 2 مول واحد يعني في الدلتا اتش اف نوت للاو 2. مش قد قلنا الاو 2 الدلتا اتش اف نوت مالته قلنا تساوي صفر، ويساوي 2 في الان او 2 ايش قد مطيني اياها؟ 52، سد القوس ناقص 2 في الان او 87 زائد 0 سد القوس ويساوي 2 في 52، 2 في 2 4، و2 في 5 10، اذا 104 ناقصا 2 في 7 14، 4 باليد 1، و2 في 8 16، 1 17، 174 104 ناقصا 174. طبعا اطرح بالاشاره للكبير، الاشاره الكبيره هي 174 اشاره سالبه. 4 ناقص 4 0، عفوا تطرح هيك 174 104 ويطلع 70 ناقصا 104، 4 ناقص 4 0 7 صفر، اذا يطلع لي 70 الوحده مالته كيلو جول المول. ما دام الاشاره مالته سالبه اذا التفاعل يجري بشكل تلقائي، التفاعل يجري بشكل تلقائي وكان الله يحب المحسنين. تمام، هنا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا الخفيفة الظريفة. ألتقيكم في محاضرة جديدة اللي راح تكون كلش مهمة، اللي هي تطبيقات على علاقة كيبس. أشوفكم على خير، مع السلامة.